جزاكم الله تعالى خيرا. ونفس السائل أيضا يقول: ما حكم الصلاة في توسيعة الحرم الخارجية عندما أخشى فوات الركعة الأولى أو خشية فوات الصلاة لبعد المسافة؟ منقطعة الصفوف تدخل في المسجد تصلي مع الصفوف المتصلة، ولا تصلي في الزيادة الخارجية، والصلاة ما تفوت، تدخل تدرك منها ما تدرك، تدرك منها ما تدرك، واللي يفوتك تقضيه بعد السلام. قال صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الإقامة فامشوا عليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. ولما جاء أبو بكر رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم في الركوع، ركع أبو بكر خارج الصف ثم دب ودخل في الصف وهو راكع. فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال له: زادك الله حرصا ولا تعد. الإنسان يدخل ويصلي مع الصفوف المتصلة ولو فاته أول الصلاة، إذا سلم الإمام يقوم ويتم صلاته: ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. نعم.